مرحبا، نحن اليوم عم نبلش مرحلة جديدة من بودكاست ممكن. مثل ما انتبهتوا صار في عنا أنيميشن لوجو جديد، يلي هي بكل بساطة مجموعة ناس كانوا مفرطعين قرروا يجتمعوا سوا ويقدموا لقدام. هيدي فكرة بودكاست ممكن، انه نلاقي انه هو ممكن انه نلاقي حلول لكل المشاكل اللي نحن واقعين فيها. لازم بس نعرف مع مين نحكي وبأي طريقة وبأي اخلاقيات نتعاطى مع هالمواضيع اللي بتهم كل الشعب اللبناني. اليوم نحن بالحلقة 16 من بودكاست ممكن. اليوم رح نحكي عن موضوع الساعة يلي هو ترسيم الحدود وموضوع النفط والغاز. في معنا صديقة عزيزة خبيرة هي بالموضوع القانوني لكل شيء موضوع طاقة ونفط وغاز. لوري هيتيان، أهلا وسهلا فيك ببودكاست ممكن. Thank you. أنت Middle Eastern Politics Master من Exeter بإنجلند، وإليك تقريبا شي 12 سنة قديش عم تشتغلي على موضوع الشيء القانوني والتقني من موضوع الترسيم، مزبوط؟ صح، 12 سنة مزبوط. أوكي. كل شيء خاصه بالحوكمة والسياسة. أوكي. والشق القانوني وشق التعاقد، إذا بدك تقول قانوني من ناحية يعني القوانين اللي عم تنحط للشركة اللي بدها تيجي هي تنقب وهيك. أوكي. كان عندك كمان كان عندك دور مهم، أنشأته شيء اسمه بمينا أويل أند غاز نوليدج هاب بلبنان. إذا فيك هيك بس تفسري لنا، seems very interesting، يعني بس هيك تفسري لنا على السريع شو الفكرة من وراه وشو مصيره هلا. سو بنقول لك إنه تننتقل من فكرة إنه نحن ب energy يعني natural resource governance institute، منظمة دولية كان عندها وجود بلبنان وقتها بال 2011، بداية ال 2011 قعدنا ببيروت كمركز لشرق الأوسط وشمال إفريقيا. أوكي. لأنه كان هو أحسن مطرح للبنان، لأنه كنا نحن نحكي كتير عن قطاع النفط والغاز ولكن empowering civil society. سو كنا مشتغل مع اليمن شو عم طبعا بسيبه. مع اليمن ومع العراق ومع بعدين ليبيا. أوكي. تونس لبنان. سو همنا كان الأساس إنه نحن نقدر ندعم المجتمع المدني تيصير يعرف بموضوع قطاع النفط والغاز، ما يضل فقط الموضوع محصور بين الشركات والحكومات. ودائما كانت الشركات والحكومات تقول انه هذا الشيء معقد وانتم ما بتفهموا فيه، خليكم برا. وهيك كان يضل يصير في كل اذا بدك كل اللعب تحت الطاوله، مزبوط، كل القصص اللي ممكن تطلع للفساد واتسترا، وبالنتيجه ما يستفيدوا المواطنين. فنحن انرجي اي كان همنا دائما انه ندعم مجتمع مدني تيكون له دور على الطاوله ويتواصل مع حكامه ومع شركات لحوكمة رشيدة. سو بوجودنا بلبنان كان كمان عنا مشروع اللي هو هذا الهاب، اللي هو النوليدج هاب. نوليدج هاب المركز المعرفي، مركز معرفي في كل شيء خاصه كان بالنفط والغاز. وكنا نجمع من كتير من الدول العربية وما من لبنان، نجمعهم بلبنان على مدة جمعتين تنعمل لهم تريننجز على مواضيع النفط والغاز، بتتعلق من اللايسنسينج بيريد لهاو تو مانج ذا ريفينيوز، يعني من وقت ما بيعمل وقت ما ببلش العقود لوقت الاستخراج لكيف نستفيد من الموارد، كيف مفروض تستفيد الدول من الموارد اتسترا. سو وكان في كتير عنا مشتركين من لبنان، يعني كانوا مستشارين لاحزاب سياسيه ولعبوا دور كتير حلو مع احزابهم يعني على كتير من الامور اللي كانت خاصه بالنفط والغاز بوقتها. سو من 2013 او 14 ل 2020. اليوم الوضع مكركب بالبلد، فعلى امل انه نقدر نجمع كتير من يعني أوكي. حتى عملت بودكاست اسمه دي اسبريسو بودكاست، رح نحط اللينك كمان بالديسكريبشن، وين عملت كذا حلقة يلي هي كانوا متخصصين. يلي اليوم بحب يعرف أكتر بيقدر يلحق هيدا اللينك وبيقدر يسمع على هيدا. الهدف من قعدتنا اليوم هو انه اول شيء نفسر للناس، الناس اللي عادي اللي منهم لا خبرة نفط وغاز ولا خبرة قوانين طاقة، بس هو المواطنين اللبنانيين وهيدي هالرسورس هيدي هي ملكهم كمان، شئنا أم أبينا أو شاء أو أبى من شاء ومن أبى. وبدنا اليوم نفسر له النتفة شو صاير، شو الباكراوند تبع هالقصة كلها، وليش صار في هالمشكل الطويل عريض بين ترسيم الحدود، وين رايحين. اوكي. بقى
بحب بلش معك اذا بتعملي معروف بموضوع بموضوع اللبنيس بترول ادمنستريشن او هيئه اداره القطاع. يعني بلشت كل قصتنا بانه لقوا لا خبرنا شويه كيف كان يعني كيف تا خلقوها لهالايجنسي هيدي او للادمنستريشن. خليني اقول انه نحن تقريبا بال2010 نحط القانون. قبلها بال2007 كان في ورقه مثل اذا بدك البوليسي بيبر ما كثير بيحكوا عنها بس كان فيها خطوط عريضه على انه كيفيه اداره القطاع. امتين عرفوا انه معقول يكون في غاز بالمياه اللبنانيه؟ شوف اذا بدك ترجع للمياه يعني الاوفشور عندها اول محاوله كانت تقريبا بال1993 كانت بعد ما خلصت الحرب. كان في بدايه بشمال عملوا اول نوع من الدراسه مسوحات يعني واخذوا هالمسوحات لبرا وعملوا لها مثل نوع من انه اسسمنت عليها لانه ما كان في القدرات بلبنان. سو عملوا هدول الاسسمنت وقت برا طلع معهم انه في امكانيات قد يكون في بوتنشل ولكن وقتها نحن مش واضح ليه تغير يعني ليه غضوا النظر اذا بدك عن هالموضوع. في ناس بيقولوا انه بسبب الوجود السوري وقتها انه لعب دور اساسي الوجود السوري انه تنغض النظر من هالموضوع. ولكن مع الاكتشافات اللي كانت عم بتصير بالمنطقه عندنا بشرق المتوسط وبالبحر مع تطور التكنولوجيا للديب ووتر صار في حماس يعني من قبل اللبنانيين انه يرجعوا يفوتوا بهذا البروجي. فبال2006 كانت انه في شركات بلشت تعمل مسوحات للبحر اللبناني على انه شو الامكانيات والطاقات اللي عنا اياهم. 2007 مثل ما قلت لك حطت اول مره البوليسي بيبر على شو ممكن تكون رؤيتنا لهذا القطاع بلبنان. 2010 حطوا قانون التنقيب بالمياه اللبنانية. 2012 حطوا هيئة إدارة قطاع البترول. سو هيدا بالقليلة هيدا القطاع عنده هيئة إدارة قطاع يعني مثل ما بتعرف يعني وقت عملوا هيئة ناظمة للتليكوم رجعوا فرطت الهيئة الناظمة لأنه ما قدرت أنه ضاين. هيئة إدارة قطاع البترول هي مضاينة لقلك أنه وهلأ مفروض يكون في هيئة ناظمة للكهرباء ضرورية هيدي واحدة من الإصلاحات ولكن هيئة إدارة قطاع البترول وقت مفروض تكون هيئة ناظمة. السيستام تبع الموديل تبعها أنه هي تحت انه خيمه اذا بدك وزاره الطاقه منا هيئه مستقله 100% ولكن تحت اداره وزاره الطاقه ولكن كل القرارات تطلع على مجلس الوزراء وكل القرارات الكبيره بقطاع النفط والغاز بتاخذ مجلس الوزراء. وهيدا ضروري ينفهم للمواطنين تما حدا يتنصل يقول انا ما خصني هيدا هو وقت يصير في فساد اذا مجلس الوزراء مش تابعان هو بيقرر السيستم تبعنا. بعد التسعين وخاصة بعد الانسحاب السوري ما في شيء كبير بيقطع بالبلد إلا ما يقطع مجلس الوزراء وبالتالي مجلس الوزراء بما أنه محاصصة يعني كلهم بيكونوا عارفين وكلهم عم يتحاصصوا. إذا مش بهذا الملف بيكون هذا الملف بيكون الديل راكب لملف تاني حدا تاني بده مهتم فيه. يعني بياخدوا ملف الطاقة بمقابله بيكون في ملف اتصالات طبع ملف بالاتصالات بتعلوا لملف الطاقة انت تمرق لي هون على مرق لك هونيك. هذا هو السيستم. هيئة إدارة قطاع البترول هي ما انت ملزم باستشارتها ولكن مش ملزم بقراراتها ولكن اذا بدك هي شو بتعمل اكزاكتلي يعني هي اليوم هي بتصنف الشركات مثلا اللي بدها تجي هي بتحط لك اليات العمل والقوانين والمراسيم اللي مفروض تكون لانتظام العمل بهذا القطاع وبالتالي عندها دور انه مثلا انه هي تعطي استشاره انه كيف وين البلوكات اللي بدها تنفتح قد ايه حجم البلوكات او كيف تقسيم البلوكات هي اللي بدت بتحط مثلا انه التندر بروتوكول اللي على اساسها انه تفاتر الشروط وما تفاتر الشروط هي اللي مفروض تراقب بعدين عمل الشركات وانتظام انه عم يلتزموا بالاتفاق طبعا وهي تنظر بجولة التراخيص يعني وقت جولة التراخيص كيف لازم تكون يعني مثلا جولة التراخيص الاولى كان عندنا بري كواليفيكيشن في حاطين لك كرايتيريا بتجي الشركات بتقدم از اوبريتورز اور نون اوبريتورز لانه عندنا بتقول القانون عندنا بيقول لازم يكونوا ثلاث شركات اقل لو واحد اوبريتور واثنين اوبريتور وهن بينظروا هون النون اوبريتور شو دوره؟
إذا اعتبرنا إنه الأوبريتر هو اللي بده هو الأساس المشغل اللي بده يبحث ويطلع غاز وكذا. النون أوبريتر شو شغلته؟ نحن باللي بينقال عن النون أوبريتر هنا بيجوا كدعم تقني أو دعم مالي. والفكرة كانت إنه كانوا يقولوا لنا إياها إنه لأنه في مخاطر عالية بالقليلة هيدي المخاطر بتتقسم على شركات مش على شركة واحدة كمحفز. وبذات الوقت كانوا كتير من الأوقات هيئة إدارة قطاع البترول كانت تفسر وتقول هاي كمان بتخلي أنه بقلب الشركات يكون في نوع من رقابة على بعض. صرت ما يكون في شركة لوحدة عم تشتغل، وخاصة أنه بنعرف أنه أوقات في شركات كتير بتعلب الفواتير تبعها أنه كتير عم تتكلف لأنه تتعطي أقل للحكومات وإتسترا. مثل أصار شوية ببواخر الكهرباء. إيه سو هيدا بتراقب بعدها كمان. هو هيدا كان التفسير اللي كان تعطيه. طيب هيك لوري سمعنا كتير فترة وهيك كانت أخذة ضجة بس بدون ما حدا يفسرها بطريقة واضحة وهيدا عن أنه في 53 شركة وبدهم يبيعوا هن بدهم يشتروا الغاز وهن بيرجعوا يبيعوا الدولة ما بعرف شو. فسر لنا إياها شوية exactly شو هي وشو كان دوره لهال الادمنستريشن الاويل اند غاز ادمنستريشن انه تضبط هالشيء هيدا. شو قصة 53 شركة اول شيء؟ سو هو لانه مثل ما قلت لك بجولة التراخيص الاولى كانوا عاملين سيستم بري كواليفيكيشن. سو هالبري كواليفيكيشن بتقول انه اذا انت كمشغل يعني مين اوبريتور بيكون عندك مواصفات معينة مالية وفنية. يعني في محدد شيء سقف محدد او اذا بدك ارضية معينة للاموال اللي عندك اياها انت الاسيتس على الخبرات اللي عندك اياها بالديبوتر لانه نحن ديبوتر والى ما هناك مثل ما قلت مالية وفنية. هلا الاوبريتور للنون اوبريتور كمان عندهم كان انه كمان لازم يكون عندهم بعض الشروط اللي كانت ليكونوا سوا بدهم يفوتوا ككونسورتيوم ويقدموا. سو بالنتيجة هالبري كواليفيكيشن اجا وقتها اراوند 53 شركة رخص طلعوا منهم 46 قدم 53 ان قبل 46 بري كواليفيكيشن يعني هاو اللي قادرين يروحوا يقدموا. اوكي سو من هول الشركات كان في بعض الشركات ما عندها يمكن الديبوتر اكسبيرينس او ما عندها الشروط الكافيه سو هدول انحطوا برا ديسكواليفايد. سو ديسكواليفايد سو بقى 46 بيناتهم 12 من المين اوبريتورز الكبار واللي نون اوبريتورز كانوا كمان من الشركات الكبيره المعروفه. وفي كتيب فيهم وقتها كانت عملتهم الحكومه اللبنانية وهيئة إدارة قطاع البترول. ولكن كان في شغلة واحدة اللي نحن وقتها اشتغلنا على الموضوع انتبهنا انه كان في بعض كان في اذا بدك تقول شركتين كان في عليهم علامات استفهام انه هاو مين هادول وكيف تقدروا يكونوا موجودين لانه هاو شركات هن ما عندها هيستوري لبنانيين ما عندها هيستوري ومؤلفة يعني إنشاءها مش من زمان كان ما عندها تاريخ بموضوع التنقيب عن الغاز والبترول وبالقوى اللبنانية وأنشئت مؤخرا مزبوط. يعني تتركب على تتركب الموجة يعني سو كان إنه يعني إذا بدك أقول دققنا بالموضوع وطلع إنه بالقانون تبع البري كواليفيكيشن كانوا حاطين بند زايدين بند مجلس الوزراء وقتها انه فيها شركه حتى اذا ما عندها كواليفيكيشنز تفوت مع شركه ثانيه كواليفايد يعملوا شركه ثالثه وعلى هالاساس يقدموا. سو هيدا كان انه موضوع كتير اخذوا رد. شو دوره هالشركه اللي بدها تفوت مع الشركه اللي عندها خبرات؟ ما هيدا اللي سأل تمويل يعني ولا انه شو عم تعمل هيدي الشركه انه ليش بده يكون شركه ما عندها اي ليش مش الهيئه النظمه حطته هيدا هيدا البند؟ ايه عم تقول المجلس الوزراء لا تعرف يعني كيف تصير تركيبات كيف الفساد عنا مقاونا بيصير. أوكي. عرفت انه لا انه جامعة حقهم لانه القانون بيسمح لهم يكونوا هيك. مهم انه صار في كتير حديث عن هالموضوع رجع بعدين تصحح هيدا الموضوع وقتها صار في التندر بروتوكول يعني لنقول لانه صار في حملة لانه وقتها على هيدا الموضوع كتير بالاعلام مش مجتمع مدني ستصحح بانه اذا انسحبوا للشركات اذا وحدة من هالنوع من الشركات ربحت او فاتت على المناقصة وربحت لانه عقد هيدا الشركة الصغيرة ما بيحق الا يكون عندها اي
نوع من قرارات كبيره بقلب الكونسورتيوم او انه لها الحصه انه هي تاخذ الحصه الاكبر وتصير الحصه الاكبر. سو انه تحجم دوره. سو اذا في اي سياسه كان بده يعمل اي ثروات او اي تجاره من خلال هيدا انه تسكر الباب عليه. وهيدا كانت واحدة من الانتصارات الاوليه يعني اذا بدك تقول للمجتمع المدني وقت صار في هيدي الحمله. سو بالتالي هي الفكره كانت انه قدموا اخر شيء الشركات اللي قدموا، لانه 2013 علقنا بحكومه تصريف اعمال اثنين مرسومين اساسيين اللي هن التندر بروتوكول يعني اللي على اساسه بدون دفتر الشروط وتقسيم البلوكات ما قطعوا، وبالتالي انت ما كنت قادر تكفي بجوله التراخيص. ضلت جوله التراخيص تماطي لل 2016 وقت عملوا التسوية واجا الرئيس عون رئيس ورجعوا بال 2017 دغري رجعوا قلعوا بجولة التراخيص، رجعوا فتحوها، في ناس رجعت اجت قدمت انه بدها تفوت كمان، ورجعنا بعدين 2018 نضينا العقود مع الشركات لوقتها من 2013 كم شركة 2018. كم شركة فاتوا وقتها؟ وقتها توتال اني نوفاتيك هن الوحيدين فاتوا قدموا على بلوكين، بلوك 4 وبلوك 9. مزبوط. رجعت الحكومة أو الـ LPA دورة كان لأنه بس في شركتين على كل بلوكس وما في منافسة، سو رجعوا هن أخذوا العروض اللي قدموها والشركات وعملوا مثل بنش ماركينج مع 100 إذا بدك سيستم إنه نظام مالي أو إذا بدك إنه بهالموضوع تيشوفوا إنه إذا لبنان is getting a good deal. طلع معهم انه لبنان is getting a good deal على البلوك 4 بلوك 9، مشان هيك هن قالوا اقترحوا او انه كان هن رايهم انه لازم الدوله اللبنانيه تقبل فيهم للعقدين، وهذا اللي صار والدوله اللبنانيه قبلت فيهم للعقدين. سو اليوم 2018 من 2013 لل 2018 خمس سنين ضيعناهم لاسباب سياسيه داخلية، لأنه اللبنانيين ما كانوا عم يعرفوا يوصلوا لرئيس جمهورية، بطل في حكومة، بطل في رئيس جمهورية، بطل في وقت حتى البرلمان أجل ومدد حاله. أوكي. بقبرص أمتين بلشوا يستخرجوا غاز؟ القبرص ما بيستخرجوا غاز. شو بيستخرجوا؟ القبرص عندهم اكتشافات. أوكي. أول اكتشاف طبعاً صار بال2011 اللي هو أفرودايت، اللي هو سائب أنه برسنتاج صغيرة منه بالمنطقة الاقتصادية الإسرائيلية. اليوم إسرائيل لأنه ما فيها تتفق مع قبرص على اليونيتايزيشن يعني على تقاسم هذا الحقل ما مش شغال الحقل. 2011 يوم نحن بال2022 يعني 11 سنة. إيه وليه أنا بذكر بهذا الشيء دايما؟ لأنه اليوم نحن قانا في شروط كتير قاسية على أنه إذا صار في اكتشاف عقانا إذا ممكن يتحول لحقل مستخرج او حقل ينتج وجزء منه هو كله معلق بقرار من اسرائيل. اوكي. هاكل حال رح نحكي بموضوع كانا وكريش هلا بس لا بس لانه التايم لاين مهم انه لانه نحن بعتيد شامبيون بتضيع الوقت طبعا يعني. اسرائيل امتين لهم فتره بيطلعوا اسرائيل طبعا كان عندها اكتشافات كتير صغيره طلعت منه مسكر وكتسترا، بس الاكتشافات الاكبر صارت مع تمار اللي بلشت انتاج بال2013 وليفايتن اللي بلش انتاج بال2019 وبعدهم لهلا عم بيستخرجوا منه. طبعا طبعا تمار هو الاساسي كان بيعطي الكهرباء يعطي الغاز لشركات الكهرباء باسرائيل، سو هو المصدر الاساسي بيبيعوا منه لمصر كمان والاردن. تمار رجعوا كمان بيبيعوا لمصر وللاردن. هاو هني هاو احجامهم كبيره. كاريش بلش تمام 2013 و2019 طيب. بلش من 2013 وبعده لهلا وبعده لهلا بعده عم يعطيهم غاز طبعا طبعا يعني 9 سنين وبعده بعده بعده عنده أوكي. فتره محدده. وليفايت بلش بال2019 اوكي بدي هلا كاريش بلش بال2022 بلشوا كاريش بلش كاريش بلش ب 26 اكتوبر 2022 بلشوا يسحبوا طبعا نحن ب 27 اكتوبر مدينا الاتفاق مع اسرائيل. دوك هن بلشوا قبل بيوم طبعا كانوا عاملين الاستراكشر وكل شيء. التايم لاين كله كان ماشي على انه كاريش بتبلش انتاج. سو التايم لاين ما انه كان تايم لاين لبناني، كان تايم لاين اسرائيلي امريكاني مبني على كاريش على شركة انرجين. وانرجين اليوم تعتبر انه هي من وراء الضغط اللي هي حطته على الشركة على الحكومة الاسرائيلية انه انا مش حوقف انتاج بدي انتج انه دفش التيسير في اتفاق.
هلا نحكي شوي اكثر بموضوع الاتفاق، بدي رايك على كذا شغله عنه، بس قبل ما نفوت بهيدا بدي بس كمان نفسر للناس، لانه في كتير حكي هلا انه قديش عنا غاز. صح. وكيف قديش رح نربح، وساعة صرنا منه منسكر العجز ومنسكر ما بعرف شو، ناس بيقول لك لا انجا يطلع لك نص مليار دولار بالسنه او شيء هيدا اكوردنج لبنيس بتروليوم ادمنستريشن. بدي منك فسرين هيك بطريقه مبسطه، بليز عرفي انه مش كل الناس اللي عم تحضر هن اكسبرتس بالاويل اند جاز. بدنا نجرب نفهم ببساطه البروفيت ميكانيزم، كيف هالبلد رح يستفيد من عائدات هالغاز هيدا بطريقه مبسطه اذا بتفهمني. اوكي، سو انت عندك شغلتين، مش فقط عائدات وكمان عندك غاز. ايه سو بدك تستفيد. لا على حسب شو عائدات. لا شو العائدات يعني؟ العائدات يعني اللي هن ضريبه على الشرك قصدي. يعني هو قصدي انه انت فيك تاخذ من الشركات غاز دايركتلي. اوكي، وتستعمله. اه تشتري غاز يعني بسعر منيح. اه تشتري، او انه حتى بيكون هذا جزء من حقك انت. أوكي. يعني اوريدي بتكشي مثل ما بيقولوا. إيه. وعندك العائدات. أوكي. المصاري اللي بتطلع، اللي هن الشركات ببيعوها بالسوق العالمي قصدي. صحيح. سو انه من اللي بيطلعوا. سو عندك الغاز اللي ممكن تاخده، او انه بتقرر انه لا كمان خاصه الاتاوات في 4%، يا هذا بتاخده انت ان كايند، او بتاخده يعني يا بتاخده غاز يا بتاخده كاش. سو 4% هيدي بس وان اليمنت. اوكي، وان اليمنت. سو هو بالنتيجه الرويالتي بسموه الرويالتي. اوكي، سو هو اللي عندك اياه، انه هن عاملين الدوله اللبنانيه عم بتقول انه الشركه بتشتغل تعطيني اول شيء عندها اول ما تبلش استخراج تعطيني 4% 4% من استخراج رويالتي. يا اما على كل 100 متر مكعب باخد 4 امتار انا غاز كبلد، او هو الاربع امتار غاز قد ايه حقهم بالسوق العالمي باخذهم كاش تريبيا. سو بدي ارجع عندك انه اللي هي الشركه، لانه هذا برودكشن شيرنج اجريمنت، سو هي عندها كمان الكلفه اللي عليها بتطلع الكوست تبعها بدها تاخده. اوكي، والفي البروفيت بتروليوم. خلينا نفسرها هيدي منيح. البروفيت شيرنج اجت هالشركه هي حطت البنيه التحتيه. برودكشن شيرنج. اوكي، ما هي عالميا معروفه. اوكي، هي حطت هالبنيه التحتيه لانه هي عندها خبره فيها، وهي هي تكلفت عليها وقالت انا هالقد الكوست تبعي لحط شو اسمه انا بدي طلعه، وبعدين كل شيء فائض فوق هالبرودكشن انا. هو عندها نسبه معينه من الكوست فيها تسترجعه. أوكي. بالسنه. أوكي. بالسنه الماليه. أوكي. مش كل شيء. أوكي. يعني up to 60 أو 65% منها. لانه في بلدان تانية لا بتقلك انه انا بدي بعد ما طلع كل ارباحي ببلش اعطيكم، بيكون في وان اليمنت بس بيكون التاكس العادي تبع الشركات بدفعه. سو هون عم بيقولوا انه لا في ربح، في الكوست بدها تسترجعه، كوست ريكفري. البروفيت، البروفيت بيصير يتقسم علينا وعليون. اوكي، هن قديش عم يستردوا؟ ونحن الضرايب. ايه، قديش عم يستردوا من الكوست؟ والضريبه على الشركات، وعندك هيدا البروفيت شير. بروفيت بتروليوم اللي هو بيرجع انه في الكوست تبعهم هن بياخذوه، والبروفيت نتقاسمه نحن وياهم. اوكي، قديش حصتنا من البروفيت نحن؟ سو هو البيسكلي اللي عم تقوله الدوله اللبنانيه بيست على هذا الميكانيزم، ولانه بدك تتذكر انه تدريجيا بتطلع. يعني اول شيء مش دائما، مش هيدي الكاركترستيك تبع الحقول، انه مش دائما انت بتطلع مش من اول بتعمل كل يعني بتطلع على البلاتو. سو تدريجيا. سو انت كل ما تدريجيا عم تنتج اكثر، كل ما حصتك بتصير بعدين بتطلع اكبر. أوكي. لانه بهيدي الار اف فاكتور. سو بالنتيجه عم بتقول الدوله اللبنانيه على البلوك 4 اجاهم انه تدريجيا بيطلعوا من 65% حصتها ل 71%. 71% اقصى شيء بيطلع له وقت يكون عم بيعملوا ماكسيموم برودكشن. 71% للدولة اللبنانية، وببلوك 9 اقل بتبلش من 55 توصل ماكسيموم ل 63%. طيب ليه برايي ليه في هالديسباريتي؟ لان بلوك 9 وقتها كان في مخاطر كتير عالية، لانه اول شيء بديسبيوتد زون كانت. أوكي. وبعدين كانت على حدود مع اسرائيل، انه كان في ريسك فاكتور، كان في ريسك حرب. ايه هلا راحوا هودي، هلا مبدئيا مفروض يكون راحوا. هل هيدا بيعني انه هل يا ترى لازم يصير في اعادة نظر بالعقد؟ هيدا بنتركه للدولة اللبنانية لنشوف إذا بدها تعمل أي إعادة نظر بالعقد مع شركة توتال. طيب يعني بالمبدأ نحن كبلد أوكي إخدين حصتنا بطريقة عادلة. شوف هو أنت يعني كومبير لغير بلدان لغير عقود.
ما هي بدك تشوف، لانه كل عقد وكل كل كونترا شكل، كل بلد شكل، كل مواصفات شكل اتسترا. انت اليوم يمكن كان فيك تاخذ بعد اكثر ايه، بس انت اليوم لانه ما عندك شيء، انت اول شيء ما عم بتحط اي استثمار. استثمار، في استثمارات بدها تنحط، وهيدي كلفه عليهم، وعندك انت مخاطر حوكمه ومحاكم مخاطر سياسيه ومخاطر امنيه. حرب. كل هيدا بخلي انه منك انت بلد يعني هالقد ما عندك هالليفرج انه العالم تركض عليك، سو انت بدك تعطي انسنتيفز. سو هيدي بتكون بس ليك انه 63% بالمحل منيح، لا وما عندك شيء، مش انه عندك ديسكفريز انت وماتشور او انه بعد ما بين ما في عندك شيء. سو انت في كتير مخاطر الشركات بدها تاخذها على عاتقها، مش فقط مخاطر مرتبطه بالسيكتور از سيكتور، هذوليك مخاطر اللي بيعرفوها انه ايه فيهم يحفروا كذا بير يطلع فاضي ايه، بس عندك فوقهم كل المخاطر الثانيه اللي عنده اياه لبنان. وعم اقول لك مثلا بتعرف وحده منهم مثلا تقول لك كيف 2017 وقت قدموا عروضهم الشركات، وقت صارت حادثة الرئيس سعد الحريري وقت راح على الرياض واستقال. طيب ما عندها expiry date، هيدي كانت العقود اللي تقدمت. لو فتنا بمتاهة انه رئيس حريري استقال وكفى بالاستقالة وفتنا بمعمعات تانية، كان راح العقود، كان خلصت، ما بقى فيك تعا بقى روح ترجع تجددي. اكيد ما كان اجى حدا اوريدي هيك ومقلقزين كانوا الشركات. لدرجة انه توتال واني فايتين سوا كانوا يعني لمشاركة المخاطر قد ما المخاطر عادي كبيرة. بدل ما يكون توتال لوحدة هي وشركات عم بتقدم ومنافسة مع أني كانوا تيدبوا المخاطر يعني قد ما في مخاطر. وهذا مش كتير منيح لإلنا يعني نحن كبلد طبعا طبعا. سو مشان هيك انت اذا بتضلك هيك حتى لو هلا بصيروا عم يحكوك انه لانه في حرب روسية واوكرانيا وكل العالم بدها تركض هلا انه تنوع بالمصادر، مش مزبوط. بدها تنور مصادر بس بدها يون اول شيء هلا وما بدها مع كل هالمخاطر اللي انت بدك تفوتها فيهم. اليوم في حكومة بكرة ما في حكومة، اليوم في رئيس بكرة ما في رئيس، بكرة ما بعرف امتى مجلس النواب بينحل، ما بعرف شو بيصير فيه. في كتير uncertainties ولما درجة انه ما فيها تتحملها الشركات يعني. هلا بدنا نشوف 15 ديسمبر مفروض تكون جولة التراخيص الثانية بتخلص. أوكي. هيدا صار لها من أبريل 2019 ونحنا منأجل. في ناس في شركات ما في شركات عم بتقدم. ما حدا عم بيقدم. ليه ما كانوا عم بيقدموا على المخاطر. مخاطر عالية. بس كله على ترسيم حدود، مش مظبوط. ما أنت عندك 10 بلوكات كله واقف كان على هاي البلوك. على مظبوط. كان واقف لانه ما عندك شيء تقدمه اليوم، بانكينج سيستم تبعك منهار، دورتك ما بنعرف اذا شو وضعها، مفلسه مش مفلسه، المصريات هاو من وين عم تصرفهم، وضع الامن مكركب، وضع السياسي مكركب، مين هالشركه اللي اليوم بدها تتحمس تجي تشتغل؟ مايك اوكي. طيب شغلي بعد بهيدي كمان لانه صار في كتير حديث عليها وشفته شوي كان انا هيك ريديكول شوي، هو صاروا يتكهنوا هيدا البلوك قدي فيه وقديش رح يطلع وناس تشم ريحة غاز فوق الماي يعني وهيدا بقى. السؤال هو بالمبدأ هيدي ريسورس مخبية تحت الماي يعني ما حدا يعني ما عندك ولا تكنولوجي اليوم بتقلك على 100% انه هوني ماكسيموم يمكن فيقول لك هوني معقول تلاقي، بس ولا حدا بعد ولا تقنية وصلت لك هون بتلاقي هالقد. صحيح. مزبوط؟ صحيح. فإذا في عامل كمان فاكتور الريسك هو إنه يمكن يقدر يحفره وما يطلع شيء، أو يطلع شيء كتير قليل ما يكون حرزين نفوت بهالعملية هاي. صح. دونك كل هالحكي عن إنه سمعنا حكي هون شيء 700 مليار هون بيقول لك نص مليار بالسنه هون كذا، هون ناس عم بتقول كل عمليه هالنفط وهالغاز ما بتحرز. حط الامور بنصابها شويه اذا بتريد. بقول لك اول شيء الجيولوجي، كل العالم اللي الجيولوجيين والشركات الكبيره وكلها بتقول لك تعطيك انه شو ممكن المسوحات تعطيهم. اوكي نحن عندنا مسوحات، وكانت مؤخرا كانت تعملوا حتى الهيئه
وبالوزارة عندهم هيدا الداتا سنتر محل ما بيعملوا، كانوا مثلا كل ما يطلع اكتشافات بالمنطقة يعملوا لهم بروجكشن على المسوحات اللي عنا اياها. سو مش انه ولع على العميانة كمان، ايه بلا في انه دراسات، لكن هيدا الدراسة ما بتعني قرينا شوي كمان على موضوع عبروس وعلى موضوع اسرائيل شو كانوا يكتشفوا. سو ايه اكزاكتلي، مثلا كل ما يصير اكتشاف يروحوا يعملوا يطابقوا مع نحن شو عنا من المسوحات ويقولوا لك انه شو ممكن يكون فيه، شو البوتنشل والبروسبكت. بس لدرجه انه تعرف اكزاكتلي انه موجود، لا ما فيك. لك حتى يعني بس اثباتا لهيك توتال باخر بيان لها هلا وتعاملت الاتفاق مع اسرائيل، وهلا بنرجع هالاتفاق لانه بيوضح لا هلا رح نفوت فيه، منتصرين بهالاتفاق رح نفوت فيه. بتقلك توتال، بتقلك شوف شو عم بتقلك، بتقلك following the signature of this framework agreement، هذا الإطار اللي من بعد منضينا هذا الاتفاق، the block 9 partners will initiate the exploration of an already identified prospect. عم بيقولوا prospect identified انه اوكي معروف، بس شو بقلك which might extend قد يمتد الى البلوك 9 وما بعد البلوك 9 and into Israeli waters. هذه الشركة توتال اللي هي عندك الدراسة شو عم بتقلك مايت اكستاند، معقول ما حتى مش عم بتقلك البلد رايحة وواصلة عند اسرائيل وهذا هي وعم تعمل ديل وبعدها بتحكيك بالمايت. وهي الشركة اللي عندها الدراسات هي بتعرف انه شو ممكن يكون، لانه هاي هي، لانه ما فيك انت تقول الا تعرف الا ما تحفر. بدك تحفر وتعرف وتتعرف حجم الريزرفوار اذا اكتشفت وحدود الريزرفوار. So, مش هيك اليوم انا اطلع اعطي ارقام، وفي بنوك يا عمي، في بنوك صارت تعمل دراسات وتطلع بارقام وتضخم بهالارقام، كله سبيكولاتيف كان كله، لانه انت عندك كذا سيناريو بتعملها. اوكي بتعمل سيناريوهات اكيد مش على العميانه، او ما في انه ما في انه اذا بنقول طريقه بتعمل، بس كله سيناريوهات. طب السيناريوهات بقلبها ما بدك وان سيرتينتي بالقليله تتنطلق منها، ما عندك يعني لا عندك ديسكفريز ولا عندك قديش ممكن يكون طلع، ولا عندك قديه ممكن انت تطلعهم، ولا عارف ما في هذه كلها ما بتصير، ما في سيرتينتي ما لا تعرف انت بدك تطلع، ما بتعرف قديه بيكون حقه للغاز. مين كان يقول الغاز هلا بده تصير ازمه هالقد بال 2022؟ بس نحن رح نلحق هالموجه ما بظنها. ما هيك انت اللي بدك تعمله اليوم انه ما فيك تعطي ولا رقم على قدي يكون الحجم اللي نحن بدنا نطلعه لحديت ما توتال تحفر هالبير وتعطيك تقلك اكزاكتلي قدي حجمه للبير ولوين ممتد هالبير، لانه له تداعيات اذا ممتد عند اسرائيل او مش ممتد عند اسرائيل، وعنا لنعرف شو انه ممكن يكون الاستفادة منه. ولكن الضروري اللي يصير اليوم يصير في نقاش وطني national dialogue على اساسا الانرجي بالبلد ونحن لوين بدنا نروح. ضروري، لانه اليوم انت عندك مشكله انرجي كتير كبيره، مشكله كهرباء اللي مأسرعه كل الاقتصاد اللبناني. اكيد. ثانيا انت اليوم عندك رينيوبلز ما توصل على البوتنشلز تبعها كلها. 10 سنين قعدت الدوله تحط 100 ميجا وات، اجت الازمه 300 ميجا وات زياده، الجمهور المواطن حطوهم انيشيتيفز حطوهم، بس قد ايه فيك تضلك بدون اي دعم يعني وبدون اي بروجرامات لتحفز الناس تركز؟ اكزاكتلي. سو زادوا يعني كان فيها الدوله تحفز وتزيد. سو هذا سؤال، ليه ما كانت عم تحفز زياده وتزيد؟ لانه بيقول لك اكيد وقت تكون انت رخيص هالقد الكهرباء عندك، او انه والموتور كمان انه عندك ما في محفزات. سو عندك الاويل اند غاز، سو عندك بين انه مشكله كهرباء كبيره مأثره على الاقتصاد العالمي، على الاقتصاد اللبناني، عندك انه الرينيوبلز شو بدنا نعمل فيهم وين بدنا نروح، وعندك الاويل اند غاز شو مستقبله ومستقبل الطاقه كله بلبنان. سو عندك ناشونال يعني هذه هالفيجن قصدك، يعني الناشونال فيجن انه نحن كقطاع طاقه وين بدنا نروح، وين بدنا نوصل بالبلد. اساس واحده من مشاكله هي الطاقه اللي عنا نحن، لوين بدنا نروح اليوم؟ عنا فرصة ندعم ونكبس بالطاقات المتجددة، وعنا انه لا نضلنا نروح بقى وما نعمل شيء ونضلنا، لانه في هالقد ناس مستفيدين من قطاع الموتورات ومن قطاع فشل الكهرباء بلبنان. سو ضروري يكون في هذا الحديث قبل ما نقعد نحكي ارقام وما ارقام. بدنا نعرف قطاع لوين بدنا نتوجه، كيف بدنا نتوجه بقطاع الطاقة، ولا نعرف الاقتصاد اللبناني كمان كيف بده يتوجه، تنعرف كيف ممكن نستفيد من قطاع النفط والغاز.
سو هاي دول كلهم ما عم نعملهم نحن دغري. انت شايفه في حدا قادر يعملوا هذا النقاش؟ سو هذا النقاش ضروري ينعمل، ما في هذا النقاش لازم ينعمل. سو هل هي الهيئات الاقتصاديه مع هيئات المجتمع المدني مع الهيئات البيئيه مع هيئات هاو كل الهيئات لازم تجي تحط ايدها بايد بعض البلشو الناشونال دايالوج وبيلحقوهم يعني السياسيين. شغلتها رح بتكون شوي عويصة، بس لانه مثلا اليوم نعرف انه بلشوا عم بدون يناقشوا الصندوق السيادة تبع النفط والغاز. اوكي هيدا هلا منيح، يعني منيح اللي انت لان كان بدي اسألك عنه هلا، لانه كمان سمعنا انه بدنا نتبع الموديل النرويجي بالصندوق السيادة. بليز فسري لنا شوية شو هو الموديل النرويجي، وهل هو يا هل ترى قادرين نطبقه نحن بلبنان ايه ام لا، خصوصي انه يعني عم نقارن حالنا مع بلد بالنرويج اللي هو من اول خمس بلدان اقل شيء فيهم فساد بالعالم على هال 210 دول، هن باول خمسة يمكن التانيين هن مدري التالتين انه بلا فساد، ونحن صرنا بالمرتبة الاولى بالفساد مية. لا يعني نحن من اخر عشر بلدان بالفساد. بقى كيف بدها تركب هيدي؟ أول شيء شو هو الصندوق؟ فسري لنا هيك على السريع الصندوق السيادة النرويجي كيف بيشتغل؟ لأقول لك أول شيء كنا لأنه النرويجيين هن كانوا داعمين الحكومة اللبنانية وهيئة إدارة قطاع البترول لمدة سنين. هن كانوا اللي عم يعملوا التكنيكال اسيستنس لهم ويبنوا هالمؤسسة. وكانوا دائما يجوا الخبراء النرويجيين وكانوا يعملوا حتى لقاءات، هيئة قطاع البترول كانت تعمل لقاءات حتى مع المجتمع المدني وتفسر شو عم بيصير واتسترا، كانوا يشتغلوا شغل حلو وقتها أندر هيدي إذا بدك الفند اللي كان عندهم إياه والتكنيكال سبورت اللي كان عندهم إياه من النرويجيين، حكومة النرويجية. سو كانوا دايما وقت يبلشوا النرويجيين يعطونا عن مثل ما أنت عم بتقول عن النموذج النرويجي الاجتماعي. يحكوا عن النرويجن سوسايتي. ليش يحكونك يعني هيك؟ لا يقولوا يعني طيب بطريقه محترمه يقولوا انه اذا النرويج نجح بهذا القطاع لانه في شيء متعلق كمان بعلاقه الدوله مع المواطنين والمجتمع كيف مبني اللي هو منه مشابه لمجتمعنا نحن وطريقة تفكيرنا نحن وكيف ننظر للدولة وكيف ننظر للموارد. بنتيجة النهار هي النرويج انه من انجح الصناديق السيادية واللي مش من اول نهار هن حطوا الصندوق السيادي. يعني هن اول شيء المصريات طلعوها من النفط والغاز صرفوها على الاقتصاد ببلدهم لقلعوا بالاقتصاد. وقت الاقتصاد بطل يستوعب هالاموال انه خلص صارت ما بقى عندها الكاباسيتي يعني تصرفون حطتهم بالصندوق السيادة لأنه تجمعهم عم بتضبهم للأجيال القادمة. وليه بتضبهم للأجيال القادمة؟ لأنه النفط والغاز هو مثل ما نحن بنقول depleting finite resource. سو ما هو بيخلص يعني بيخلص. سو بتطلعوا اليوم بيخلص. ليه هيديك اسمها طاقة متجددة؟ لأنه الشمس ما بتخلص تطلع وبتضل طالعة والهواء بيطلع ما بيخلص. إيه هيدا أول ما تبلش البير تطلع منه عنده بلشت العد العكسي وبيخلصوا. سو أنت إذا صرت تاخد هالمصريات وتصرفهم وتاخدهم وتصرفهم كلهم تاخدهم تصرفهم بعد 50 سنة شو بيصير بالأجيال اللي صارت بالخمسين هالحدودي ما عندها مصاري وما عندها شيء، خاصة إذا ما صرفتهم ببناء الاقتصاد. سو بنيوا اقتصادهم رجعوا حطوهم بالصندوق السيادي. صندوق السيادة تبعهم من أهم الصناديق السيادية اللي هي فوق كانت واصلة قبل الأزمة ما بعرف هلا قديه، بس فيك تفوت على الويب سايت تبعهم بتشوف العداد شغال ببين كل الوقت شغال. سو آخر قبل الأزمة العالمية هيك كان كبوا على 1 تريليون دولار والله جامعين مصاري 1 تريليون يعني اللي 1000 مليار دولار. هيدا مجمع مصاري للشعب النرويجي والشعب النرويجي كل يوم بيقوم بيروح بيشتغل. اي اكيد مش انه بيقول انا عندي تريليون دولار وبدي اصرفهم هلا اعطيني يوم بدي اصرفهم على الظاهر ما بيارجلوا بالنرويج على ملذاتي. طيب سو بيسكلي نحن شو كيف هو المحل اللي بيركبوها للعمليه. سو نحن
بوقت عملوا القانون بال 2010 بيقوموا بيقولوا انه كل البروسيدز تبع النفط والغاز كل العائدات بدها تروح على صندوق السيادة. هذا القانون هيك بيقول. سو انت اليوم مفروض والقانون بده يطلع مجلس النواب. اليوم مجلس النواب في ثلاث قوانين. اوكي. واحدة مقدمة من كتلة الرئيس بري، واحدة مقدمة من كتلة الرئيس عون، واحدة مقدمة من كتلة الاشتراكي. سو هلا هذول اللي عم هول القوانين شو عم بيقولوا بالصندوق؟ انه عم بيحددوا آلية خلق هالصندوق السيادة. هو مبدئيا لازم يكون في مين هي الهيئة اللي بدها تدير هيدا الصندوق، هيدا أهم نقطة. وطبعا في قانون حاطط كل شيء بوزارة المالية، أكيد عرفت مين. في قانون حاطط في هيئة مجلس أعلى بترأسه الرئيس، في قانون حطه عند مجلس النواب. سو بيسكلي إنه في هذا العنصر الجوفرنينج بورد تبع الصندوق مين بده يديره. في عندك نقاط تانية كمان أساسية، منها إنه كيف بدها تكون طريقة السحب ووضع الأموال وأنت والسحوبات من هذا الصندوق، وفي شروط لها. وطبعا في كمان وين بدك تستثمر، طريقة استثمار هذه الأموال، لأنه هي الفكرة تبعها إنه هيدا المصريات بتحطهم هنيك، بتروح بتحطهم investment والريتيرن على الانفستمنت تصرفهم، الانترست تصرفهم بوقتها، بتقرر وين بدك تصرفهم، كيف بدك تصرفهم. عندك ثقة بحدا أنت اليوم بيقدر الهدف مهم، مشان هيك الهدف كتير مهم للصندوق. أول شيء نعرف إذا، لأنه في يكون أوقات بيقولوا هذا الصندوق هو مش صندوق استثماري، يمكن يكون صندوق بس ادخار او ستابيلايزيشن، وقتها مثلا انه اذا انت عندك ديفيسيت بالموازنه بتجي بتحطون تتعدل الموازنه. انت تخيل لبنان اللي ما بيعمل قطع حساب كل 10 سنين بيقطع موازنه، بتصير انه يقولي نحن عندنا عجز جيبوا الاطار من الصندوق. الله يسامحك. عرفت؟ واكيد في خاصه بالترانسبيرنسي، فهو هي بين الجوفرنس يعني الاكاونتبيليتي والجوفرنس بورد تبعها وترانسبيرنسي، وبين كيف بدها تنصرف الاموال، وين بدها تنحط الاموال السحوبات، وبين الانفستمنت وبين الاوبجكت. بدنا نروج مين بيديروا هذا الصندوق؟ مجلس النواب اللي بيقرره ولا كيف؟ ايه مظبوط، هو احسن انه يكون مجلس النواب بيعطي الخطوط العريضه اذا بدك تقول للقطاع كله. سو اكاونتبل لمجلس النواب بيكون. اوكي. في دور اكيد بالسنترال بانك اتسترا، نحن انه السنترال بانك تبعنا اليوم ما بتامن له شيء. سو ما في ولا مؤسسه اليوم بتامن له انه يكون عندها سوفرن ويلث فاند. هاي المشكله كبيره. أوكي. انه اليوم انت ما عندك ولا مؤسسه بالدوله اللبنانيه فيك تكون مؤتمن انه، او هي تكون مؤتمنه على اموال هالصندوق، وبالتالي كارثة. نرجع كمان على موضوع تاني، انه اوكي القانون هيدا بال2010 هيك كان يقول كل الاموال تروح على الصندوق السيادة، ولكن انت اليوم اذا طلعت الاموال وصار في اموال، بدك تفكر قبل حتى انه بدك تفكر انه هل يا ترى اليوم هيدا الموديل بعده بينفع انه انا اروح حط كل الاموال بالصندوق وروح اصرفه محلات معينه؟ وانت اليوم بكريزه عالميه وكريزه بالبلد. سو انت بدك تقرر وقتها، هل يا ترى انا برجع اقول انه خليني لا، اذا طلع اموال اصرفهم داخل الاقتصاد اللبناني احسن ما اروح اتدين انه اصرف داخل الاقتصاد اللبناني، وبعدين شوي شوي وقت اصرفه داخل الاقتصاد اللبناني، اذا بعد في مصاري بحطه بالصندوق. الاسرائيليين مثلا شو كانوا قايلين؟ كانوا قايلين وقت نوصل على 1 بليون شيكل revenues وقتها بنبلش نعمل صندوق سيادة نحط فيه. يعني بدي اخذ مليار شيكل هلا انا واصرفهم بالاقتصاد وبس اوصل. مؤخرا عملوا الصندوق السيادة وصلوا لمليار. هلا وصلوا بعد 2013. ايه سو كمان مانا شيء جرأة ثانية يعني. سو مشان هيك انه مفروض نحن، مشان هيك برجع على الاستراتيجية والرؤية، البلد صار مختلف كثير اليوم منهار. هل يا ترى الأموال بتروح على الصندوق أو بتفضل تنصرف بالبلد؟ بس كيف ما برمت وشو ما قلت، اليوم عندك مشكلة مؤسسات. أكيد. ومشكلة ثقة بهالطبقة السياسية. 100%. سو هيدي مشكلة أساسية ما بعرف كيف بدنا نتخطاها. هيدي ما حدا بيعرف كيف بدنا نتخطاها، يخلق الله ما لا تعلم. بعد معنا 10 دقايق بدنا نحكي بموضوع مشكلة الترسيم وشو صار، وخلينا نعمل تايم لاين صغير بس للناس تتعرف شو الواقع اللي كان. أوكي. هون على الشاشة عم بتشوفي الخط رقم 1، هيدا يلي لما انسحبوا
الإسرائيلية ل بعتقد وقتها شيء كان اسمه الشريط الحدودي، ما هيك؟ إجوا حطوا هن خط هن اعتبروا، لأنه هي هيدي هون بتعتبر إسرائيلي لاين، هن إجوا رسموا قال هذا الخط واحد، قال هيدي حدودنا مع لبنان، ما هيك؟ هن بالألفين وعش هن انسحبوا بالألفين. اللي عملوه بالألفين وقت انسحبوا هن حطوا الشريط تبعهم الحدود الجديدة اللي هي على القريبة من الشط. اللي هلأ كان العلمات ومع اللي سبتني لهم إياها نوعا ما إنه هيدي هي، حتى لو ما رسخني لهم إياها بس كايند أوف قبلنا بالوضع القائم. صار في ورقة بتقول إن إحنا قبلانين بالوضع القائم على أي خط؟ على خط واحد؟ لا بالمنطقة هون على راس الناقورة. بس خلينا شوف، خلينا نمشي وحدة. هذا الخط انحط بال 2010-2011 لاين واحد. كل الإسرائيليين وقت قرروا بدهم يرسموا منطقة الاقتصادية الخالصة بين وبين قبرص، أخذوا الخريطة اللي كانت بين قبرص ولبنان. اللي لبنان ما لأنه تنرجع 2007 لبنان وقبرص عملوا أول محاولة ترسيم حدود بين قبرص ولبنان. سو كان في خريطة وقتها في رقم واحد، اللي بيقولوا رقم واحد هو النقطة اللي بدنا نتفاوض فيها مع الإسرائيليين والأبارسة واللبنانيين سوا، لأنه هذه النقطة مفروض تكون هي النقطة الثلاثية بين لبنان وإسرائيل وقبرص، ولكن منا هي النقطة النهائية. وقتها نحن رحنا على قبرص ورجعنا جينا على لبنان، ما صدقنا هذا الاتفاق. سو هذا الاتفاق مش مصدق بالبرلمان اللبناني. سو لبنان اعتبر انه مش موجود، ولكن ولا مره قال له للقبرصي انه غير اتفاق هذا الاتفاق ومفاعيله. لانه مفاعيله شو كانت؟ انه راحوا الاسرائيلي بال2010 قالوا له للابارسه شو هي الحدود بينكم وبين لبنان، قالوا له نحن عندنا هذه الخريطه، قالوا له في رقم واحد. اوكي فاذا خلينا نعتبر رقم واحد. النقطة الأساس، نقطة الأساس يعني نقطة الانطلاق من نقطة الحدود البرية. أنا عندنا هلأ عندنا سلايدات رح يبين كتير. بس أقولك لأنه نقطة انطلاق بالبر هن يعتبروا إنه هن ما بدهم يعترفوا للبنان براس النقورة. سو هن زيحوا على وين؟ على نقاط اللي هن بيعتبروها إنه الطفافات وما بعضها. قال راحوا 300 متر. زيحوا على راس النقورة منيح وطلعوا من هونيك على لقطوا الرقم واحد. أوكي. أوكي. بيقوم بيجي بعدين. بذات الوقت. هذا السيد اسمه فريدريك هوف. نحن منقوم بال 2010-11 هن وقت رسموا، ونحن بهالوقت كنا قاعدين كمان عم نعمل إعادة تقييم ل. ترتع طريقة ترسيمنا، منقوم نبعث على الأمم المتحدة الخط 23 يلي هو هيدا. هيدا الخط 23 تبعنا كمان ما بيطلع من راس الناقورة تبعنا، لأنه بدنا نطلع فيه من البحر كيلومترات من البحر مش من راس الناقورة. ورحنا لقطنا الخط 23 يلي سواء هون كان في فرق تقريبا شي 860 كيلومتر طلع مربع الفرق بين الخط واحد والخط 23 860 كيلومتر مربع. بعدين بيجي هوف. صحيح. بيجي هوف. بيجي هوف بال 2011 اللي هو على فكرة ما بعرف كمان قلت لك ما كنت بعارفين، كان هو المدير مركز رفيق حريري للشرق الأوسط بجامعة جورج واشنطن، وكان بالأتلانتيك كونسل اللي هو يعني ثينك تانك أمريكاني من الصقور يعني اللي هن برو إسرائيل كتير يعني. ما بعرف ليش دايما بيبعتوا لنا ناس وهيدا هوبشتاين اللي إجا تيطمنون للإسرائيليين. أوكي دوك إجا هو قال إنه رجع من 23 ل إتش سو هو إلا هو نحن مسميه الخط هوف. بيسيكلي اللي عمله هو طلع إنه أوكي طلبوا منه وقت طلبوا منه الأمريكيين وقت السفيرة مورا كونيلي يمكن زماني غلطانة وقت طلبت منه يجي هو لأنه خبير بترسيم الحدود البرية. برية. أوكي اختصاصه بالبر وكان عنده حتى إنه كان هو خصه بإنه بالدبلوماسية اللي كانت صغيرة حول شبعة وإتسترا. مزبوط. سو هو بما إنه عنده الخبرة بالبر وهيك وبيعرف المنطقة فجابوا إنه خليه يعمل إنه ترسيم على الحدود البرية بحرية، ولقى نقطة إنه يحلها هيدا للأزمة لأنه بتعرف بعضنا كنا طازة بعد إنه أي سنة هيدا 2011-12 اللي عمله هو طلع على الخطين وين إشكالية وشايف إنه شو ممكن يكون في بينهم وهن الأمريكان مع الكندية أو مع المكسيكية إتسترا. سو بيقوم هو بالنسبة له بيعتبر إنه ما في ضرورة نطلع من راس النقورة أو من البر،
انه كمان هو قرر انه يطلع من البحر. قال ايه ما نحن نطلع من البحر. هذه طلعة البحر بتصير وقت يكون عندك حدود يعني حدود البلدين يكون مثلا انه نهر. سو النهر لانه مره بيكون هون ومره بيكون هونيك على المد والجزر واتسترا. سو انت وانت واللي حبك والجار والجار بتقرر انه وين نقطه نطلع منها نعتبرها انها هي. بلبنان نحن عنا انه مثبت انه نحن حدودنا راس الناقوره وهيدا يلي من البحر. وهيدا يلي صار دكتور عصام خليفه بالقليل بارز ما لا يقل عن 12 وثيقه تاريخيه. يعني عنده وثائق من قبل من قبل ما تكون دوله اسرائيل موجودة بتقول انه راس النقورة هو الحل. والقانون الدولي قال انه وقت يكون في دول يعني مثلا مثل الانتداب الفرنسي والبريطاني اللي هن قرروا وقت صار خلص الانتداب صار في قانون القانون الدولي بيقول انه عفوا الدولة اللي هي بترجع بتاخد استقلالها من الانتداب تلتزم ببعض القوانين بتلتزم بالحدود واتسترا اللي كان حطها الانتداب لما يصير في كم مشاكل ولا كانوا كلهم فاتوا كله رجع فات عمل حروب كله كان رجع فات والانتداب كان حاطط راس النقورة هي حدودنا المتفق عليها. سو هو طلع من برات راس النقورة ورجع فصل بين رقم واحد والخط 23 بيروح هو اكويدستنت لاين لانه في منهجيه. للي بيقول لك ما في منهجيه ترسيم حدود انه ما بيهمه هيدا حدود وهميه وصاروا يخترعوا لنا لا 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 في منهجيه. المنهجيه بتقول انه اول شيء بتطلع من الترمينوس اللي هي لقطه البر والبحر اوكي نقطه الانطلاق بتكون اللي يعني هون البر وهون البحر النقطه بين البلدين تطلع منها هي معروفة كيف. في equidistant lines هي بتاخدها اوكي على النقاط بين البلدين وبترجع بعد equidistant line بتشوف اذا في اي special circumstances يعني مثل صخرة جزيرة عم بتحرف الخط وبعد ما تطلع الخط بتشوف اذا عنده اي disproportionate impact يعني اي تأثير غير مناسب غير تناسقي على حجم الحدود على حجم اذا بدك تقول البورد البوردر لاينز. سو فبالتالي على بناء على هيدا اشتغلوا جماعه الخط 29. مهم هذا الخط هوف بيقسم الحدود 860 بينه وبين الاسرائيليين اوكي ولكن هو بيروح لايكوديستنت لاين وما بيعمل اي اعتبار بيعتبر انه هاي الاتخاذات جزء لا يتجزا من الترسيم. وكيف كان عارف لانه بيقوم بيروحوا بيفتشوا على جزر شبيهه لتخيلات موجوده من ميلتنا تيقوموا يقولوا لنا انه لا ما هيدي بتلغي تاثير هاي تيثبتوا خط هوف لانه هو عارف بسبيشال سيركمستانسز. احنا جامعتنا مش فاهمين شو يعني سبيشال سيركمستانسز هيدي طبعا خط 23. سو هو بيقوم بيقول لهم ما انتم عندكم جزيرتين صخرتين اللي قولنا اياهم وهن عندهم صخره واحده سو انتو انه هيدا فاذا انتو بيطلع لكم ال 50% من 860 كيلومتر مربع وهيدا الهوف. مو هيدا الهوف مقطع مقطع مجلس الوزراء لا كمان مبهم ناس بيقولوا انه بلد عرض الموضوع ولكن صار في معارضات لانه كان في بعض الناس بقلب مجلس الوزراء بال 2012 مع الرئيس مئاتي كان بيعرف انه في غير خطوط بعض وبيطلع لنا اكثر هيدا اليو كي اتش او دراسه اليو كي اتش او مش هيك اعتبروا. في ناس بيقولوا لا ما اندرست طبعا دائما عندنا امور مبهمه بهالبلد بلد اوكي سو طيب نوصل بعدين نحن على موضوع ال 29 ولا لا بس يعني تنفرجي للناس كمان قديش واضحة نقطة راس النقورة. يعني نحن أنا هالمنطقة بعرفها منيح أنا شاغل هونيك فترة طويلة. هيدا الحدود بيناتنا نحن وياهم وهيدا الصخرة من هون يلي هن بيعتبروها النقطة الكونكشن بين البر والبحر يلي هي هون واللي على أساسها فلا يلي هي هيدي هون بيعملوا هذا هون الخط ليه رايحة هيك لأنه الصخرة مثل ما فرجيتها أنت الصخرة هيك سو أنت وقت بدك تنطلق منها وبدك تاخده الإكوديستن سو أنت يعني بدك تنحرم بس تطلع تقريبا شي دوز دوغري وقت تطلع من البحر من نقطة وات ايفر أكيد بيروحوا الخطوط هيك مش لك اللي كان عم يسأل أنه آه ورايحين هيك وطالعين هيك هي منا أنا بجيب مش واحد بيحب يرسم مثل ما بتحب الإحداثيات وبتكبس وبيطلع لك إياها على الكل. بس هون مشان هون هيدي خلقت لهم مشاكل لأنه صرنا نحن صار نص حق الكريش صار عندنا صحيح
سو اللي صار بال 2020 اكتوبر 2020 وقت طلع الوفد المفاوض قال انه نحن هيدي منهجيتنا انطلاقة راس النقورة equidistant line special circumstances تخلت نحن تخلت صفر تأثير على ترسيم الحدود لأنه بتخسرنا 1800 كيلومتر مربع which is disproportionate. فإذا عم نتبع المنهجية الثلاثية اللي هي فإذا هون عم equidistant special circumstances this disproportionate impact test اللي بتعمله بناء على هالمنهجية الثلاثية نحن قلنا انه الخط 29 هو خط اللبناني الماكسيمم كليم صحيح لانه تخيلات عم نشل تاثيرها كليا عارفين ان هذا الماكسيمم تخيلات اللي هي صخره هي عنده قريبه قريبه يعني. على الـ على الـ لما اخذنا الاكريديشن ضربنا فيها يعني سو ورحنا وقتها عم نعمل ترسيم لانه هن اخذينا نقطه اساسيه بترسيم الحدود يعني نقطه اساسيه اللي هي مش بالتكنيك إيه. سو هن اخذوها لا هن حقهم ياخذوها اوكي حقهم ياخذوها ولكن هن وقت ياخذوها نحن بنرجع نحن لعنا بنقول انه لا ما فيكم انتم تختبروها لانه هيدي بتعطيكم انتم 1800 زياده بروبورشنت على الشورت بصير في بصير في قله عداله بالتوزيع خلل بالتوزيع ولانه لازم يكون في equitable solution at the end of the day سو بناء على شو بيقول القانون الدولي والعالمي نحن مشينا على القانون سو هيدا اللي صار وعارفين نحن انه ايه هيدا اتس ماكسيمال كليم سو ليش بتروح انت ماكسيمال كليم لانه هاي مفاوضات انت بتطالب اقصى شيء ترجع تاخذ شيء انه انت راضي فيه سو هن راضيين فيه كان الوفد المفاوض بالخط 23 لا كانوا راضيين انه وقت نحن من الفول ايفكت لتخيلات اللي هي هوف لاين وزيرو ايفكت لتخيلات خط 29 بيطلع لنا شيء بين الهوف 29 اللي وقتها شو اللي كان بينقص هذا الشيء اللي اسمه اليوم على هيدي الخريطه قانا هتصير قانا كلها للبنان بلا ما يتشاركوا فيه مع الاسرائيليين أوكي. اليوم شو النتيجه لا اليوم صارنا اليوم الخط 23 قبلنا فيه نحن وعملنا بطولات انه ايه بس كل قانا رح تكون لنا اليوم مش مزبوط انه كانوا كلها لأنه ما هيدا في اتفاق نحن انا وياك نحكي بيقولونا انتو عشوائيين وغوغائيين وشو فهمكن وفيهم يعملوا حملة علينا انه نحن ما بنفهم اتترا اليوم الاتفاق اللي مضجته اسرائيل مع شركة توتال وها استكمالا لاتفاق ترسيم الحدود هي عم بتقول هذا الاتفاق اللي رسموه عملوه اليوم ب 15 نوفمبر توتال واني اللي هن اصحاب شركه اصحاب البلوك 9 اليوم عملوا اتفاق مع اسرائيل استكمالا لاتفاق ترسيم الحدود اللي هو بيقولوا هيدا الهدف من هذا الاتفاق هو لوضع اليات تعويض اسرائيل من أي اذا عندها اي حقوق بالبلوك بحق الكون هاي شو اسمه يعني مش مشاركة مع الإسرائيلي تريبيا عم بعوض له يعني عم نعوض له مين معوض عم نعوض مهم انه عم يتعوض انه قانا مش لنا عم نعطيهم حقهم فيه لقانا ونحن كريف ما رح يطلع لنا شيء شو بيقول تمانا يا ريت بيقول لك بعدين نحن اليوم مضينا هيدا الاتفاق مع توتال واني ولكن اي شريك تالت بده يجي معهم نحن بدنا نوافق عليه شريك على بلوك لبناني هن بدهم يوافقوا عليه الإسرائيلية بيرجعوا ثالث نقطة بيقولوا بهذا الاتفاق اللي وقعوا بيقولوا وكمان نحن إذا ما توصلنا لحل نهائي آخر شيء بعد ما يكتشف حق القانا وبدو يبلش تطوير ما بيحق له أن يطوره إذا ما صار في اتفاق نهائي بينه وبين بين توتال اتفاق مالي نهائي بيرجع بعد شو بيقول كمان بيقول توتال مزبوط هي اللي بتقرر حجم وحدود البلوك لأنه هيدا المكمن ولكن نحن إذا ما وفقنا بدنا نجيب حدا تالت هو يقرر فيه ترجعك على أفرودايت هن مش موافقين على شو عم بتقول الشركة بأفرودايت وأبروس إنه حدودها الأبروس إيه حدودها وحجمها ما عم بيتفقوا لحد يطلع أفرودايت ما عم تنتج هيدا الاتفاق اللي نحن اليوم اللي اتفاق الترسيم اللي عاملين عليه بطولات على الخط 23 انه هاي قانا كلها لقلنا اليوم اتفاق اللي عملته توتال مع اسرائيل بتأكد انه قانا مش لقلنا كاريش كله اكيد لقلهم وقانا الفصل فيه كله لاسرائيل تخيل لوين وصلنا وبعدهم بيشارعوا انه لا الخط 29 هيدا كان نحنا انه عم
اللي عم بيطالب الخط 29 هو يعني بده يروح للتطبيع ومدري مين. في اكثر من هيك تطبيع، اسرائيل بدها تقرر مين بده يجي شريك، واسرائيل بدها تقرر مين بيطالب تعويض، وهي بتقرر. يعني اذا ما اتفقت هي وتوتال نقعد نحن بلا نقعد ننطر، نحن ننطر اللي الى ما انه هيدي قال انه الخط 23 جاب لنا السياده كلها، وانت من هيك بدنا نحكي سياسه شوي، وهيدي اللي هي مسيرات حزب الله اللي هي على هيدا الديل اللي طلعت. وقت الرئيس كان عم بيقول انه لا خطنا 29 من اكتوبر 2020، لا شباط 2022 ولا مسيره طلعت من عند الحزب. اول ما قبل الرئيس انه يحافظ على الخط 23 طلعت المسيره على اتفاق هالقد سيء بخلينا انه نحن الاسرائيلي اليوم يتحكم بقانا، ونحن تركنا له حريه كاريش، وقبل بنهار ما نمضي الاتفاق كاريش بلش بالانتاج كاريش، وكاريش نورث كله كان طلع لنا لقلنا. او ما كنا بضايات ما في كفايه بالقليله، كان كل قانا طلع لقلنا لانه الخط اكيد كان راح يكون تحت الخط أكيد. اللي مبين هو الخط هو بيصير عندنا ايه على الهاف ايفكت. واكثر من هيك كمان هيديك السنه محكمة العدل الدولية اللي هي واحدة من المحاكم الأساسية اللي بتنظر بهذا الموضوع، واللي إسرائيل ما بيعترفوا فيها، ما بيعترفوا بشيء، يعني ما بدهم ولا محكمة ولا شيء. أكيد. أكيد، لأنه إذا لجأوا على المحاكم يعني شو في ملفات الأمريكان ما بيعترفوا فيها كمان. سو المحكمة العدل الدولية اللي كانت عم تنظر بسوماليا وكينيا كانت عم تقول إنه طلع القرار فيها على موضوع هيدا مثل تخيلات، كانت سوماليا عم تقول انه انا عندي هول الجزر كلهم لاللي بده يكونوا، لانه وبدي اخذ انا فول ايفكت لانه قراب على الساحل تبعي الشط تبعي. المحكمه بتقول لا، لانه عندها ديسبروبورشنت امباكت على فاينل سولوشن. هيدا اللي كان الوفد عم بيقوله انا في سابقه قانونيه دوليه، كان في سابقه قانونيه وقتها وحده من الصحفيات ما عم بذكر هلا مين وقتها قالت له يا لاموس اوكستيم، وحده من 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 من, من سفراته وقتها اجا قالت له إيه مش قال مش ضروري تكوني يعني على حق، مهم تاخذي شيء تقدري تاخذيه، وانتم اليوم ما عندكم شيء قبلوا بحيالنا شيء. هيدا مظبوط بتذكره. ايوه قالها. واليوم كمان اكثر من هيك، هيديك اليوم على سي ان بي سي مع هادلي جامبل قالت له هادلي جامبل عم بتقول له بس انتم بهالطريقه بهذا الديل قويتوا حزب الله. بيقول ايه اذا تقويت حزب الله بيعني انه نعمل بعض ديلز اكثر مع اسرائيل، يعني يعملوا ديلز مع اسرائيل فليكن. اكيد هذا بس برجع بقول بنفس هذا الحديث انه هو بيهمه كتير مصلحه الشعب اللبناني. هيدي ما بتهمني يعني. تعرف اليوم للمواطنين كلهم بدهم يعرفوا انه هاي مقوله انه احنا انتصرنا وانه هيدي قانا كلها لانه مش مزبوط. قانا اليوم صارت اذا موجوده صارت مرتبطه باسرائيل وبمراء لاسرائيل ورأي لاسرائيل، وهي بتقرر مين بده يجي شريك فيها مين بده. يعني تخيل مثلا انه هلا كله عم يحكي قطر انرجي انه هي اللي بتدخل شريكة مع اني وتوتال. اني وتوتال ايه. طيب اوكي. لو اذا ما قبلوا الاسرائيلي. لو مثلا اسرائيلي عندهم اعتراض على قطر انرجي شو؟ ما في ما بيفوت شريك. يعني شيء. يعني هيدا هي السيادة كرمال هيك المسيارات بدهم يطلعوا. ليه ما طلعوا على 29؟ ما كنا هلا نحن اخدين. يعني بعتونا المسيارات انه فينا نقصفكم وقت اللي بدنا. ايه هلا بدكم تعملوا ديل على الخط 23. طلعوا مسيرة ليحموا اتفاق سيء للبنان، ولكن طبعا سجلوا نقاط كتير مهمة عند الأمريكان اللي أكيد بكرة بدون يقبضوا حقها قد يكون بانتخاب الرئيس. حلو. طيب آخر شيء أنت شفت الاتفاق اللي نعمل؟ حدا قدروا شفنا سربوه دخلك ولا ما؟ شفنا الاتفاق اللي طلع من ميل الإسرائيلية، وكان حظنا حلو لأنه كان في انتخابات بإسرائيل وهن اللي سربوا لأول مرة، هن بيسربوا دوكيومنتس شفنا، وما حدا قال إنه لا مش هيدا الدوكيومنت، حطوه على الإنترنت يعني. في صحافي إسرائيلي هو اللي طلعه. وهلأ الاتفاق اليوم اللي صار بين إسرائيل و توتال كمان طلع عند الإسرائيليين كمان من هون. حتى يعني السؤال الكبير هو هل الحكومة اللبنانية طلعت على هذا الاتفاق قبل ما إنه يمضوه؟ يعني بالنتيجة هذا اتفاق متعلق هل قد بلبنان؟ بليز حدا يقول إنه طلع يعني توتال أو إسرائيل، أكيد نحن ما نحكي مع إسرائيل، توتال أو الأمريكان، هل يا ترى
فرجوا هذا الاتفاق للبنان قبل ما يصير توقيع. وليش ما مرق بمجلس النواب تبعنا مثلا؟ لا عم بحكي عن هذا الاتفاق الثاني الاستكمال لهيداك. اوكي إيه؟ ما هيداك ما قطع كمان هيداك ما قطع كمان. هيدا اليوم اتفاق بين توتال واسرائيل بيتعلق بحقولنا نحن الدولة اللبنانية، كان معها خبر وتركتهم. لك حتى في نقطة بتقول انه كل المعلومات والداتا عن قانا لازم توتال مجبورة تتشاركهم مع اسرائيل. هيدي سيادة اسمها مع العدو. ممكن اذا توتال اذا شو اسمه الاسرائيلي شاف انه هو الحرزانين هدول وقال لك ليش بدي اخلي انه لبنان والله يستفيد، بسكر بلاقي 100 حجه وحجه انه ما يخلينا نشيل الغاز. هذه السياده وهذا الاتفاق اللي منتصرين فيه، وهذا اللي الحزب شايف حاله انه قال هو جاب لنا الانتصار بمسيراته ضد العدو. انا اللي بعد ما فهمتها او في عندي علامه استفهام كتير كبيره عليها، ليش هول الاتفاقات ما بيقطعوا بمجلس النواب؟ شوف سؤالك كتير منيح، لانه الاتفاق القبرصي اللبناني كان قاطع على البرلمان وقت البرلمان كان مسكر وكذا، بس انه كان مبعوث لانه اتفاق. هن هون هذا اللعبه اللي عم بيقولوها انه هذا ما هو اتفاق نهائي. لا هذه رساله تبادل اللي هي مخرجاتها ل المخرجات MOU، يعني بطريقه ما يعني هي ميموراندوم ما بعتنا على الامم المتحده الاحداثيات خلص يعني رسخناه، مش هن صاروا يقولوا لنا على 23 انه هدول هي رسميا نحن بيعتينهم وبالتالي ملزمين فيهم وقت كنا بدنا نعدل المشروع. طب هذا بصير فاعل قبل ما يقطع بمجلس النواب؟ ايه هو بالنسبه لهم فاعل حسب الاتفاق اللي مضناه باللحظه اللي اعلنت فيه امريكا عن انه هيدا ذا ديل از دان. بقول اذا بلشوا هن قبل بيوم يستخرجوا يعني اخر هم ان شاء الله بكره تجي سلطه تانية لبنانيه غير هالمكونات اللي عنا اياهم، ان شاء الله يجي مجلس نواب اكتريته عن جد سياده ويلغي مفاعيله لهالاتفاق. حديث معك كتير شيق، ميرسي كتير، وفسرتي لنا بين كل الجهات شو هو هال، لا شك انه مشكل كتير شائك يعني فيه كتير بارامترز وكتير هيدا. نحن بممكن كمان رح نستمر بعنا عادي كل ضيف بيجي لعنا نعطي كادو من النفايات يلي نحن بنعملها ريسايكلينج. هيدا فريد من نوعه لانه هيدا الموديل باللون العسلي كتير قليل تاي النتج. بنحب انه نقدم لك اياه لوري هيدايان. بشكرك كتير على حديثك وحماسك بهالشغله، وان شاء الله بتضلك تستمري وبتضلك رفعه اسم البلد. شكرا. ثانك يو لوري.